تخيل انت يوم من الايام، حسين ذليتكم، تخيل كل مره تخيل 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 تخيل، بس هو ما علينا. تخيل انت يوم من الايام كنت تسوي بث مباشر وتلعب فورتنايت يلد، وفجاه سمعت ايش راح تشوف هذا الوقت. الحين راح نشوف افعال الناس يوم تصير لهم هذا الشيء، ويلا نبدا. طبعا زي ما تشوفون الفريق السواتي، اوكي على طول بدأنا ببنت، يعني مين بالله مين يعلم مين اللي يسوي سوات؟ طب اسرع اسرع، انا اسف لكن للي ما فهم ليه كيف يدخلون الشرطه وكيف عرفوا مكانه وكذا، لو مثلا واحد من الشات ولا اي واحد يقول لنا يعني بلغ على هالمكان، يقول لنا هالمكان فيه كذا مجرم ولا شيء، يجون الاف بي اي شيء نفس كذا. مو هل اللي اعرف انا بس، اي واحد يعرف تفاصيل اكثر يقول لنا في الكومنتات. طبعا سمعت صوت الباب، بوم ماتت، بسحب على الموت. الحين راح يجيها الاف بي اي، راح يقول لها اف بي اي اوبن اب يو صوت تسمعوه على طول. هو ما دخل ليش ايش ما ادري ايش قاعد يقول. مشكلة ما يبين هنا يا اخي، يبين الزاوية بس ما يبين شيء. خيب يا اخي والله، تخيل يصير يعني لو تصير لك انت ايش بتسوي؟ انا عن نفسي الصراحة راح ابلع العافية. قاعد تقولنا قاعد تسوي بث قاعدين يطالعونه. قاعد اشوف الشات الحين، اتوقع الشات حق التويتش. They're clearing rooms. What in the world? I think we're getting swatted. هذا عادي يقول I think we are getting swatted، يعني اتوقع ان راح يجينا سوات. حبيبي ايش اللي تتوقع كذا بارد؟ المفروض تقول راح يجينا سوات. لا امزح. شوف يضحك، والله انه يضحك. رجع الفيديو بتشوفون. ول 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 يا اخي بعرف ليش يصرخون هذولا، عشان يخوفوك يعني ولا ايش؟ شو شكل هذا؟ كان يقول وات قاعد يسوي بث. بعد هذا مشكلة، واضح هذا والله، يعني شكرا على مكان الكاميرا. طيب ايش راح يسوون فيها؟ ما عنده مسدس، هذا بريء، واضح انه بريء. ايوه شل الكاميرا. لا لا يا ولد خله، نبغى نشوف الحدث. شيت يلعب ماينكرافت. ار يو سيريس يا اخي؟ والله ما ادري ايش يعني بالله واحد يلعب ماينكرافت تتوقع عنده مسدس ولا ايش؟ الله 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 يهديكم يا السوات، يعني بالله ما ادري ايش اقول صراحه. شوف حتى قاعد سيرفر سبورك نيشن مدري ايش وكذا. الله يا اخي شيء عجيب يا اخي. اوكي. وهذا عرفه، هذا يسوي سبيد ران للعبه ميجا مان. هذا شفته مره من مرات. بس والله عجيب انه جاء له سوات. ايوه شوف يقول مين اللي سوى لي سوات. Are you kidding me? معصب. This is actually happening. I'll be right back. So this is what I'm working with, and I just do live streams. كده دخل عليه شرطي، ما دخل عليه السوات ولا؟ لا. It's everything just set up and. قاعد يقول لهم، يشرح لهم إن هذا المكان وكذا. I'm broadcasting to my 1,200 people. And that's from F the police. هذا واحد اعطاه تبرع، كاتب اف ذا بوليس. اف يعني تعرف ايش يعني. قاعد يشرح لهم. ايوه كذا بدينا. قال لهم واحد اعطانا دونيشن باسم اف ذا بوليس. بعدين هذول عصبوا وقالوا مين هاللي كتب كذا؟ بس قال هذا واحد عشوائي. قوله كسر ام الزجاج. يو سوتر
الحين هذا سووا له سواب. كان يلعب يلعب سي اس جو وفجأة كل هذا صار ول وين رابتر ديف كون ميني ول دخلوا عليه حبيبي سي اس جو في الحياة الواقعية. هذول اصحابه قاعدين يكملون اللعب. حبيبي روح شوفوا صاحبكم ايش قاعد يصير له. What the fuck, Jordan? This guy was locked. Damn, dude. Okay, ما صار شيء دخلوا عليه وراحوا. There are four cops in Jordan's room right now. أيوة الحين أصحابه قاعدين يتكلمون يقولون في أربعة الشرطة أو الشرطين مع أسلحة. أيوة شفتوا زي ما هذا قال. قال اي واحد من الناس اللي يتابعه يعرف عنوانه ولا يعرف معلوماته راح يسوي هذا الشيء يتصل على اصوات يقول لنا في هذا في البيت في شيء كذا كذا وعلى طول يجون. وات طف تسوي صوت لهذا الصغير يا اخي مين الحيوان اللي يسوي كذا؟ مين هذا الحيوان؟ شوفوا كيف شوفوا كم عمره هذا شاب اتوقع عمره 14 15 الشرطة برا بيته قاعد تلعب. What? Where? In the front? It's not funny. Shut up. Quit laughing. Hold up, man. Like this. What's happening? Oh, جو للشرطة. جا كل موت يا مدير. احنا نهدد واحد. Three cop cars and about seven policemen. قال في تقريبا أربع سيارات برا وسبع الشرطة شرطيين. تسمعون ما في شيء بس يعني go get on the ground يعني انزل الأرض كذا. يا شباب هنا وصلنا الفيديو أتمنى عجبكم. اكتبوا في التعليقات إيش راح تسوي لو جاك سوات. ويلا حتنسوا لايك وسبسكرايب وتنزل التنبيهات ليوصل لكل جديد. كان معكم زايد وسيا.